يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في سلسلة جنة الله كفاية، هروبا من مشاكل الدنيا ونبتعد عن منغصاتها وما فيها من متاعب. نكمل السلسلة بعد الحمد لله. الحمد لله سبحانه الذي أعد الجنة لأوليائه الصالحين، ووعد بالنار، وأوعد العباد الذين ابتعدوا عن طريق سيد العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله. عنوان لقائنا أصناف أهل الجنة. أصناف أهل الجنة، يا ترى مين اللي هيبقى من أهل الجنة؟ من الذين ضمن الله لهم أن يكونوا منها ومن أهلها وفي نعيمها؟ ما تيجي نسمع كده الآيات حتى نحدد الصنوف أو الأصناف التي بين أيدينا. يقول الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء، الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. من هم؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللي هم إيه؟ أول صنف الذين ينفقون في السراء والضراء، أول صنف كما جاء في هذه الآية. الذين ينفقون في السراء لما يكون معاهم، والضراء لما ما يكونش معاهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بأن يكون هناك يسر بعد العسر إن أنفق في حال العسر. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ليعد الناس إن كانوا في حال عسرهم يعطيهم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كذلك أيضا من أصناف أهل الجنة صنف عظيم جدا يا أخوانا، اسمع الآيات كده واستمتع وانت بتسمع لعلك تعفو عن الناس إن كنت في مكانة عالية. شو ربنا بيقول عن المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والكاظمين الغيظ، الكلام ده لك يا رئيس، الكلام ده لك يا وزير، الكلام ده لك يا أمير، الكلام ده لك يا ملك. يا ريت يا أخوانا نسمع آيات الله ونطبقها حتى
لنستفيد نحن. والكاظمين الغيظ، اكظم غيظك يا راجل، ما تقولش ده انا بقيت في مكان ده انا هعمل واسوي، لا 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 لا. والكاظمين الغيظ مش بس كده، والعافين عن الناس، لا 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 لا، ده حتى اللي غلط تديله وتعطيه من المنح والعطايا. الكلام ده يا اخواننا له سوابق عندنا وشواهد من حديث السلف الصالح ومن سيارهم الطيبة. انتوا فاكرين هارون الرشيد يا اخوانا؟ ده مش رئيس جمهورية، ده رئيس الأمة الإسلامية. في يوم من ذات الأيام جاءه غلام يصب فوق رأسه الماء، يصب فوق رأسه الماء، فالولد بيصب الماء فسقط الإبريق من يده على رأس أمير المؤمنين، على رأس أمير المؤمنين. مش في مؤتمر من المؤتمرات الصوت قل شوية في اتجاه يسجن الرجل اللي معاه، لا لا، ده سقط الإبريق فوق رأسه فجرح رأسه، وسقط الماء الحامي على رأسه. فبص كده الأمير بغضب، أمر طبيعي بشر، فنظر إليه الخادم وكان ذكيا فتلا قول الله جل وعلا. اسمع يا حبيب قلبي بيقول إيه للأمير الذي ذكر بالله فتذكر، قال: والكاظمين الغيظ. قال هارون الرشيد: كظمت غيظي. راح مكمل له: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك، والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله، لا إله إلا الله. يا الله يا الله. حين يستمع الأمير والملك والوزير والرئيس وكل صاحب قدرة لهذه الآيات فيحسب نفسه بين أصناف ضمن الله لهم الجنة، ربنا قال عنهم إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أصناف ضمن الله لهم الجنة. وهناك صنف آخر ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، ده أصحاب الذنوب والمعاصي لما يقع فيها لكنهم ما سلموش نفسهم للهم والغم، والسيئات جاءت على رؤوسهم كأنها جبال فعيشتهم في وهم الحياة، لا، ده أفاقوا وفروا إلى الله. ربنا بيقول عنهم إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، دخل نفسك في من ضمن الله لهم الجنة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يا سلام يا سلام يا سلام. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربنا وعدهم بالجنة، قال الله جل وعلا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لو عملت ذنب ارجع، روح تعال، ففروا إلى الله. شعارنا في هذا الشهر الكريم: روح لربنا، روح لربنا. لو عليك ذنوب روح لربنا، لو خايف من حاجة روح لربنا. من ضمن الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه يضمن لهم الجنة بإذن الله، أصناف أهل الجنة
المهاجرون والأنصار، قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. مهاجرين وأنصار من أهل الجنة اللي ربنا قال عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومش هم بس، والذين اتبعوهم بإحسان. يعني خلي بالك، أي حد هيبعد عن طريقهم مش هيدخل في الزمر دي، إنما اللي هيتبعهم هيروح إلى الجنة. جهز نفسك يا مسلم، يلا تعال معانا. وكمان في صنف آخر، اسمع قول الله جل وعلا، ده بقى اللي بيذكر الله، ما تذكر الله. قال تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، قال الله قال رسوله، زادتهم إيمانا، زادوا في الإيمان. ما قالوش يا عم احنا بنقرأ القرآن اهو ومع ذلك حصل لنا كرب وغم واتبهدلنا و لا لا لا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو اعتماد القلب على الله، ثقة فيما عند الله. هيجيب لك، مش بقول لك، احنا عندنا أصناف تانية لسه إن شاء الله يضمن الله لهم الجنة. في لقائنا القادم إن شاء الله نكلمكم عن بقية الأصناف، يمكن نكون أنا وإنتم منهم. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل